We're going to have a conversation for half an hour with Fouad Rameh and Yasser Hakoui. Guys, you're up. All yours. Wow. انا مشتاق لك بس ما عارفين هالقد حيكون معنا ناس بالحديث رح نتحدث انا وياك والله يا ياسر انا متفاجئ كثير when I was in the age of most of the people here what's happening here is a dream I would never ever thought that somebody would take care of the youth like we're taking care of them today but just today ولا بالحديث نفهم ليش only today بس انا سمعت انك تركت اي بنك كنت دخلك انت BLC Invest وهلا شو عم تعمل يا زلمي عم جرب افهم انه هالعالم هيدي مش عم تسمع عاده انا صوتي جعيري بس كيف ما عم تسمع عم نجرب نشوف بهالحقل هيدا بحقل التكنولوجيا how can we really help entrepreneurs لأنه شو بدي خبرك يا ياسر فوتي على البنك فوتي على البنك معروفة الظهرة من البنك مش معروفة كيف هالحكي إذا فهموا عليك شلحوك تيابك هيدي إذا فهموا عليك وعادة ما بيفهموا عليك لأنه بتبلش تخبرهم أنا بدي حل مشكلة عشقة السير وأعمل أب تفرجي وين الترافيك بيطلع فيك هيك بيقول لك دخلك بيك عنده حساب عنا خلي حط كاش كولاترال ونخلص لأنه ما فهمنا شيء وإذا وقعت عشي بنكر فهم أكتر رح يطلع فيك يقول لك طيب يا زلمي إذا خسرنا المصريات تعطينا البيت بينسى أنه هو شريكك بينسى كلياً أنه هو شريكك ما بيعرف حتى أنك رح تربح مصاري والأحلى إذا وقعت بعد على بنكرز أفضل رح يطلع فيك هيك ويقول لك دخلك وين الكاش فلو تبعك أنه أنت ما فيك ترد المصريات جماعة الجاي ما فهمنا شيء عليك شو عم تعمل وبالآخر بيطلع فيك هيك بيقول لك وين البناية بهيدا العالم يا ياسر لا في بناية ولا في كاش فلو والعملة مش ذات العملة العملة اسمها eyeballs العملة اسمها users العملة اسمها attraction هاي بالبنك حدث ولا حرج عم تحكي صيني مع ناس أساساً ما بيفهموا التركي طيب يا أخي شو عم تخبرني خبرية ب 2013 صار في شيء اسمه circular 331 سمعت فيه؟ عن جد؟ أنا سمعت في شيء اسمه 331 أنا سمعت الحاكم قال في 500 مليون دولار 600 صاروا 600 بسام قد ايه اجاك منهم؟ قد ايه اجاك منهم بسام؟ يا خيي في فرق باللغة بين البنوك بتقرر تعمل كوميتمنت لأنه في حدا كفل الكوميتمنت وبين ما المصريات تظهر من الفند تتصير بين إيدين ستارت أب هون في بالفرنساوي بيقولوا ان جران فوسي في صعوبه كبيره دايور انا حابب تفسر لي شوي ياسر شو مفهومك للكابيتال جارانتي عشان هيك ما عم تعرف حقول لك كابيتال جارانتي انيشيتيف هي انيشيتيفز واللي اعتمدتها كثير بلاد متطوره لتطوير النولج ايكونومي وهي بتقول انه هالشركات لازم واحد يدعمهم ولازم يعطيهم جارانتيز بمحل اسمه The Valley of Death واللي هو المحل وقت ما تكون الشركة أكتر شيء معقول تخسر مصاري وهالإنفستمنت عادة بيكونوا بين 50 و 500 ألف دولار يعني 331 Capital Guarantee هو أنا حسب تطبيقه وحسب المرسوم تبعه أو التعاميم تبعه اسمه Capital Guarantee Initiative والCapital Guarantee بتطور النولج ايكونومي عن طريق يعطوا جارانتيز وقت ما تكون الشركه اكثر شيء بخطر من هون حتى يشجعوا المصارف يعطوا مصاري وقت ما تكون الشركه بخطر بس 50 و500 بالبنك فهمنا غير هيك ليش قالوا لك فهمنا انه في زلمه رح يساعدنا ناخذ ريسك بس بالعمليات اللي بتربح واذا خسرنا هو بيدفع
فظيعة هاللعبة. لا بس في في بتصور كل الفونز عم بفتشوا على مشاريع يعطون 50 ل 500 ألف، هلا ما عم بلاقوا كتير، عم يجبروا يستثمروا بركي بشركات بمليون وثلاثة وعشرة، بس بركي في كتير ناس بعد ما عرفت فيه لـ Circular 331. بقى يا ياسر شو بدي اقول لك، صديقي بسام اللي ما وصل له شيء من 600 مليون من بعد ما راح على البنك وتعب، الله يا خيي انا اودي البنوكي ما فهموا شيء. بس انا غيره ما غيره ما غيره صاحبنا البنوكي ما بيعرفوا ما بيفهموا علينا. خلينا نروح عند الفند. بقى راح على الفند شو صار معه؟ اول شيء تعلم يلعب بالطابه، لانه مين ما بيقعد قدامه بيلعب له بالطابه كل النهار يعني. بعدين تعلم يقعد ضد الاصحابه ياسر، تعلم يقعد هيك لانه كل الفند مانجر بيقعدوا هيك، ما بعرف ليش بيعدوا هيك. روق لنظبط القعدة لكم. شيل الكرافات لأنه بالفوند مانجرز ما عندهم كرافات. بلش يحكي، صار يخبره خبريته ويحكي قديش هو تعب فيها ويحكي قديش هو منام بالليل. قالوا له كتير منيحة فكرتك، نوجد قدام ناس أكيد بتفهم بالمصلحة. يعني أنا هون بدي حيي الفوند مانجرز بلبنان لأنه أكيد بيفهموا بالمصلحة، وعن كل حال بيفهموا بالمصلحة أكتر بكتير من البنوكي، بكتير 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 ما في نسبة. بس الشباب نسيوا إنه هني بس فند مانجر، تذكروا إنه هني فند مانجر وأساتذة الجامعة، فتحوا المدرسة يعني لقطوا لبسام، وبسام عمره فوق 55 سنة، وصاروا يخبروا لبسام كيف بده يشتغل وشو لازم يعمل، لأنه ما بيفهم شيء، هو بس أنتربرونور منو فاند مانجر. بون اكل الدرس بسام بالاخر، قال يا خيي باريفو بيان اون ميس، رح نقبل الدرس لمهم يجوا المصريات. وصل على المصريات اكل درس تاني، انه قد ما كبر شأنك نحنا بنشتريك بسعرنا مش بسعرك، ما تفاوضنا على الفالويشن، نحنا بنعمل الفالويشن انت ما بتعمل فالويشن، نحنا بنقرر قد ايه انت بتسوى دخلك. سؤال، هن نسيوا منو بسام. بسام هو الانتربرونور يلي صدق انه صار فيه 331، يلي قبض جد انه سنترال بانك وفعلا قدرت له مخه وذكاءه وابداعه. وبسام صدق عن جد انه هو زوكنبرغ، وصدق عن جد انه هو بيسوى قد زوكنبرغ، وهون يبلش المشكل. لانه تعرف في واحد فاند مانجر قال لي يا ريت فيني اشتري الانتربرونور بالسعر اللي انا بدي اياه وبيعه بالسعر اللي هو بيفكر بيسوى، بصير ملياردير بسرعه كتير. فعلا هيدي هي الحقيقه، الحقيقه هون، الحقيقه انه لانه البنوكي ما لعبوا دورهم نوجدوا الفي سي. انا سامعين غير قصه بمره معلم، تخبرنا قصتك، انا حخبرك قصه ثانيه سمعتها. انا سمعت حسب معلوماتنا بالصحافه يعني انه هالانتربرنور وقت ما عم الفاندز ما بقى عم بيستقبلوا قد قبل، فعم بيروح على البنوك اكثر. صار هلا في كتير بنوك استنفذوا التارج البادجت تبعهم 3% او اللي هي ولكن في كم مصرف صاروا بفضلوا يستثمروا دايركت بالانتربرنور وما يمروا عن طريق فانز، لحديت ما الفانز يبرهنوا عن جديتهم بإدارة المحافظ اللي بين ايديهم. ياسر هيدي معلومات، انا هيك سمعت، هاي معلومات صحفية. سمعت انه في مصارف عم توظف ناس كواليفايد لا يعملوا فالويشنز، لا يعملوا شغل على نولوجي كونون ان شاء الله. بس انا بقدر اقول لك خلال ممارستي وقت كنت بالبنك، كنا البنك الوحيد اللي عمل عمليات، في بنك تاني عمل موارد عمل 200 ألف دولار، نحن عملنا 9 عمليات دايركت وما فضلنا ما نفوت على الفند، فتنا بس ببيريتك فند لأنه بتربطنا علاقات خاصة مع بيريتك، وموجودين هون ستارت أب يلي استثمرنا فيهم، بس كنا لحالنا على الساحة، ما كان يقدر يروح على ولا بنك. اللي كنت عم جرب لك إن شاء الله اللي عم تقلي إيه مزبوط، لازم البنوك يتجرب قد ما تقدر تلعب دورة تيصير في نوع من منافسة. اليوم ما في منافسة. بعدين بدي أنا نقطة الفتكم نظركم عليها وكتير مهمة، وبدي الانتربرنورز يسمعوها كتير منيح ويعرفوا شو الفندمنتال ديفرنس. بس البنك بده يستثمر بشركة
وبس في سي عم يستثمر بشركه. البنك بس يستثمر بشركه فعلا هو عنده البنفيت تبع الكابيتال جارنتي. يعني نحن اي استثمار او فنحن اكس نحن وقت اي بنك كان بده يستثمر بشركه عنده جارنتي 75% من الكابيتال. الفند ما عنده الجارنتي 75% من الكابيتال. الفند بيستلم مصاري من البنوك، مصريات البنوك مكفوله، بس الفند مانجر منه مكفول. يعني بدكم تعتبروا انه اذا الفند عمل غلطه او ما مشيت ستارت اب بلا ما يعمل غلطه، صار في فاول بستارت اب، الفند بياكل 100% من الهيت، البنك بياكل 25% من الهيت. معناتها الفند رح يكون اقسى بالفالويشن تبعه واقسى بتقديره للريسك، لانه بيعرف انه في قسم كبير من هول العمليات بركي ما تزبط ولازم يلي تزبط تغطي له كل شيء. بالوقت يعني بطلوا في سي فاند، يعني صاروا برايفت اكويتي فاند، صاروا هن بيتصرفوا كبرايفت اكويتي فاند، لانه المانجر ما عندهم التغطيه. ما مين عم بيدير هذا الفاند؟ مش البنوكي. The fund manager they don't have the guarantee of 75%. The fund manager might take the whole hit إذا ما مش الحال وطار شو بيسمونه هذي 20% carried interest. والcarried interest هو أساس عيشة هيدا الفند. دونك راح يطلع فيها بغير منظار، راح يعمل بغير منظار. بس أنا اللي بقوله إنه بس يكون عندك capital guaranteed، ما حدا جابرك توعد لبنوكي بآي آر آر 20% كمان. هني لا هني وعدونا الفانس ب20%، دونك تقدروا يحققوا آي آر آر 20%. يعني في عمليات لازم تعمل 300% بسام، لأنه في عمليات راح تعمل ماينس. دونك راح ياخدوا راح يرفضوا ياخدوا نوعية المخاطر المناسبة. أنا I can assure you for all the funds manager and all the bankers انه زوكنبرغ ما رح يجي ياخد مصاري من لبنان بوعدكم فيها، وجوجل ما رح يتركوا بالو ألتو ويجوا يقعدوا ببيروت، هيدا وعد صريح وما في مجال. وأوبر حتى قال لي كمان ما رح يجي ياخد مصاري من لبنان. اللي رح ياخد مصاري من لبنان هو بسام، هو زاهي، هو name your name إليز يلي هي بكرة هي زوكنبرغ بكرة. بس إذا ما رح نعرف نعطيها المصريات هي رح تصير مشروع هجرة، وكل اللي عملناه بتروات رواقان بكون خسرنا كل شيء، لأنه أساس 331 هو مشروع عودي مش مشروع هجرة. هلأ عم نعمل نحن مشروع هجرة يا ياسر، وهيدي السؤالي ليه عم بتحكي هيك؟ إنه راحت كم واحد على لندن ورجعوا، هي بركي واحد منهم ضل بس معظمهم رجع. هيدي لندن مهضومة كتير، نحن جدنا حطينا المصريات تنردهم للشباب، صرفنا المصريات تنعلمهم، جملناهم وبعتناهم على لندن، واجا الاكسلراتور الكندي اخذهم. We've done a great job. شو بك يا ياسر؟ الموضوع هي ما فيك تحكي هيك هلا، في عندي كم تلميذ من تلاميذي هون، حتيأسهم يا اخي. ليش سامعين تلميذك على 331؟ في واحدة هي هطارة أرنقوط، علق ايديك. هي بكل تلميذك من 25 تلميذ، في عندي تلميذي خي منيح، في غير تلميذ من تلميذي هون؟ أنا كانت تلميذتي هي هون، بس هيدول هني سمعوا ب 331. ليه؟ 331 جبنا بطل أبل، بطل الآيفون، جمعنا العالم، سامر كرم بجيب لي البوستات والطيارات، صرفنا مصاري، طعمينا العالم، عملنا عشقة سير، هلكنا الناس، ناس نسيوا حتى انه عندنا رئيس جمهورية، بعدك بتقلي بالجامعة ما في حدا. بس ما هي خي بعدها بأولها القصة، هذا الكوميونيكيشن فينا نعمل to engage everyone in the ecosystem. بدنا نعمل بركي إعلانات أكتر، بركي لازم نتواصل مع الجامعات أحسن، بركي نوصل على جميع أقطار البلاد حتى نقدر نخبرهم عن 331. وبركي لازم نخلق أكسليريترز أكثر، ما تنسى البلد ماشي على أكسليريتر ونص، إذا مش 2.5 هي على 2 أكسليريتر ونص، بركي لازم يكون في 50 أكسليريتر بالبلد. هوني كمان كلكم عم يفتشوا على شباب وصبايا يكونوا بعمر تلاميذي. أنا مستغرب، أنا بسام على راسي وعيني يعني، بس وشيخ شباب، بس بركي بدنا شباب وصبايا يكون عمرهم 18 و20 و30 و25. ولا يا كيف هدول نوصلهم؟
والله يا سامر عم بتفاجئ انه جامعات اسمي ياسر اوش ياسر برضو بعد بعض ناس تعليتني لبن opportunities بعد ساعتها بتكون خربت على الاخر هيدي دعاية دعاية كات ياسر انا بستغرب انه جامعات ما وصل للخبر لانه بارح عم بسمعنا او هلا رح نسمع عن انيشيتيف عم بيقوم فيها الايزا عرفت انه الايوبي عم بيعمل انيشيتيف كمان عم بيعمل الاي اس جي بحكم وجود بيريتك عم بيعملوا كتير ما بيريتك هي جزء من منظومه الاي اس جي مزبوط دونك الكاسليك بعرف عم يتحركوا انا بستغرب ليش تلاميذك بالجامعه ما عم بيسمعوا عن 331 maybe they don't want to hear about the 331 لانه سمعوا من غيرهم قديش فيها عذاب تضل يحصل للمصريين لا, لا 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 ما فيها نقول هيك هذول بعضهم خارجين من المدرسه فاتوا على الجامعه جديد هن المناهج المدرسيه او بركه لازم ضمن خطه بي دي ال انه كمان تتواصل مع الجامعات مش بس تتكل على الجامعات انه هي تلعب دورها طبعا الجامعات لازم مشكوره الازا وازاك ويا جي والايوبي والايو كلهم عم يجربوا يعملوا بركة تأخروا شوي 7-8 سنين بالموضوع بس عم يبلشوا بس بركة لازم الكوميونيكيشن تستهدف هالشباب وهالصبايا اللي حتى بين عمر 14 سنة بالمدارس تكون موجودة ليعرفوا انه في شيء اسمه entrepreneurship شيء اسمه circular 331 مزبوط ياسر بس انا في عندي غير بروبلم هذا اهين المشاكل لانه هذا يعالج والجامعات تعرف تعالجها وصوتك رح يوصل للبدائل بتصور ورح يعملوا الحلقات بس فيك تفسر لي كيف فينا نحل مشكلة روبير كما نسميه غير هيك مين هو روبير روبير هو أقوى زلمة بلبنان من بعد جانيت جانيت هي المانيكوريست تبع مرت رئيس الضمان وروبير هو موظف بالضمان هيدا روبير بيربي لنا الأمل براسنا إذا حدا بيفكر إنه من النهار اللي بنقول إيه لستارت أب بيوصلوا المصريات قبل 4 أو 5 أشهر بيكون عم يحلم إذا بدنا نجيب براءة زمة ضمان يلي هيدا قانون عثماني ما بعرف حتى إذا بعده إيه بده خلاص بتحلى روحنا وروبير بده يربينا وهي كيف بدنا نحلها كيف بدنا نحل قوانين بلبنان هالقانون العثماني ودير فسر لي شوي كيف بتصير إذا فلست هذه الشركة شو بصير؟ قصة طويلة هاي أول شيء بصير في قاضي تفليسي هو بدير الشركة عنه بس هون بعد في إذا بدك يعني التفليسي خلاص يعني رحت فيها أبدي غير أنه ما فيك بقى تدعس بنك وما فيك تدعس أي محل إذا في عندك شركة مفلسة بصير بيسرانا نونغراتا على جميع الأراضي اللبنانية وما حدا بده يشتغل معه انت اسألني اذا بدك تسكر شركة شو بتعمل اليوم بلشنا ستارت اب وخلقنا شركة واشتغلنا سنة او سنتين وقررنا انه نحنا بدنا نسكر هالشركة لنبلش شركة جديدة انه نحنا هيك مش هيك منعلم تلاميذنا مين ياخد معي انتربرينورشيب هون غنى خليفة نبلش شركة جديدة طيب ايوبي اليوم نحنا اذا نحنا نسكر شركة ما فيك تسكرها هي بيجي المالية وبيجي الضمان وبيجي وزارة العمل وبيجي التفقة ما بيضل حدا ما بيجي لعندك وما فيك تسكره فنحن وقت ما نعلم تلاميذنا بسموها the fail fast strategy أو fail fast and try again هو حيعملها مرة بعدين حيودع بعدين خلص he's gonna give up ففي legal liability على أي شخص على أي entrepreneur إذا سجل شركة ما بيقدر يطبق اللي احنا عم نعلمه اياه انه fail fast and start over you cannot keep on failing fast if you fail once you're gone انمحيت هي الايدنتيتي تبعيتك انمحيت وحتى السنترال دي ريسك بالبنك المركزي بركة تحط كمان عليك اكس فيك تاخد كريدت ولو قرش من اي بنك بلبنان فيك تهرب حشيشي بس ما فيك تفلس اذا هربت حشيشي فيك تعمل نايب اذا فلست صعبة بس ما بدنا نضلنا نحن على هالنظرة التشاؤمية لا بتحط فيه انت صار لك عم تحكي 3 ربع ساعة عم بحكي حالي كيف بلاني فيها القصة اساسا الانتربرونور البنزين تبعه والموتو تبعه واللي بيخليه يشتغل وما ينام بالليل ويتعب هو لانه في صعوبات اذا هالقد هيني بيصير موظف بنك بيعمل مدير بنك مثلي لازم تكون صعبة
ولازم تتعبوا ولازم تجهدوا. وعن كل حال اللي عم نشوفه اليوم مليون مرة أحسن من اللي كنا نشوفه بس كان عمري من عمرك يا مدام. مليون مرة مليون وانت يعني كنت حارب وقتها كنت حارب. في فرق انه الصعوبه تكون بال in the complexity of the idea of the business or whatever على انه تكون complexity in getting things basic things done because of corruption. I totally agree with you. نحط الانرجي بالمحل الصح. Exactly. اكيد يعني انا اليوم كاذا حدا potential. انت شو اسمك؟ رالف ابراهيم. شو بتعمل؟ English Literature MA بالايوبي. okay. بس لما حدا يفكر معي كثير مصاري اخذت منحه. بس الفكره انه انا اليوم كطالب اذا بدي افكر اعمل entrepreneurship بالبلد حتى اقرب للميكروفون اذا بدي افكر انا اعمل شيء مشروع بالبلد لاعمل هيك وهيك 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 ليفقع قلبي لاخذ potential 10,000 او $20,000 بفضل انه I invest in myself وبقى 5 سنين باخذ PhD وبمشي. بس ما بكون يعني فعلا في كتير عالم عم تعمل هيك بس الانوفيشن عم بتموت بالبلد يعني we all become university professors which is great. بس الناس اللي عندهم ideas هاي يمكن انا ما عندي necessarily idea بس في ناس عنده idea اذا بيلاقي الانفستمنت بحاله بيكون more lucrative ما رح يروح ويعذب قلبه okay. على شيء ما يكون مفيد. خليني تسمح لي جايبه هلا الانتربرنورشيب ثقافة وكل واحد بيقدر يكون انتربرنور على طريقته. في ناس انتربرنور بيفتحوا شركات بيطلعوا بأفكار في ناس انتربرنور من ضمن شركتهم فيهم يساهموا لتنمية شركتهم وفي ناس بركي ما بدهم يكونوا انتربرنور. فالانتربرنورشيب درجات أهم شيء واحد يزرع هالثقافة بين الناس ويعطيهم هال إذا بدك design thinking method واللي هي صارت تقريبا معظم الشركات الناجحه او الناشئه تستعمل الديزاين ثينكينج يصيروا يتعودوا على الديزاين ثينكينج ليلاقوا سولوشنز يطلعوا بافكار انتربرينوريال غض النظر كيف حيستعملوها لا غايه شخصيه او لضمن عملهم بالشركه او ضمن البيت بالعائله يعني دونك اجين اتس ا كلتشر هذه ثقافه بدنا ننميها. تفضل. ما في شك انه في صعوبات ما في شك بس في كمان امل انه يصير في نجاحات. يعني أنا ما توخزوني ما بحب السياسة كتير بس مجبور أولى إذا فعلا صار عنا رئيس صنعة في لبنان مفروض يكون عنا أنتربرنور خرجوا من لبنان وطبعا نحن عنا أنتربرنور خرجوا من لبنان. أول يوم كان في توني فاضل عم يحكي ما بعرف إذا سمعتوه هذا خرج من وين هذا ما إجا من المريخ ما إجا أبدا من المريخ إجا من زحلة. أنا أكيد أنه بين الموجودين هون الليلة اليوم في واحد أو وحدة راح تكون خرجت من لبنان ويومتها أنا راح أعمل كارت دو فيزيت أني بتذكرها تقول أنا صاحبي مع لا تخرجوا انتبه انتبه شهية شو شهية شو دخلك شهية شو وأنغامي شو أو قبل 331 طيب بس كمان خرجوا من لبنان هدول أفكار لبنان هي من لبنان. هلا عندي بس سؤال هلا كنا عم نحكي على the situation of the ecosystem اليوم يعني المشاكل فيها والعرائيل وغيرها شو هي برايكم الحلول اللي هي على short term واللونج term يعني لو الحل عندك بجيبتك يلا واحد منك واحد مني حل من عندك حل من عندي انا شو بدك انا بحل لك اللي بدك اياه وانا كمان هيك الحل بالممارسه الحل باللي عم تشوفه اليوم BDL Accelerate 1 ما كان مثل BDL Accelerate 3 الناس اللي بتجي لهون أكتر بكتير السنة من أي سنة العالم عم تتعاطى بهذا الموضوع عم تتكاتر. هلأ ياسر قال لك في بعض البنوك بلشت تفكر تجيب ناس مختصة متخصصة تتعمل هذه العمليات يعني الحل جاي. هلأ الموضوع القانوني انه هذا موضوع شوي أكبر منا بس من احنا كوننا entrepreneur نحن لازم نلاقي حلول ورح يتلاقى حلول صحيح رح تضلها صعبة بس رح يتلاقى حلول يعني المستقبل أفضل من الماضي دونك رح الممارسة تخلينا نوصل. هلا على short term بقدر قلك انه الأجواء اليوم هي في مصاري وما في entrepreneurs
دقوا بواب يلي معهم مصاري. هيدا الشورت تيرم. إذا بدك من 2010 يعني كمان ما لازم نخسر الأكتيفست بارت اوف ات. اليوم الإيكو سيستم منه بيرفكت. العلاقة بين مصرف لبنان وبين الفاندز اتس نوت بيرفكت. ما في قانون برايفت إكويتي بلبنان أو بي إي في سي بلبنان يسمح لينظم المهنة. وأنا برأيي بالنسبة للكابيتال جارنتي إنيشيتيف مفروض الانسنتيف تكون مختلف، يعني المانجمنت فيه والكاريد انترست كيف بتقسموا بين الفند وبين بين الجي بي والال بي كمان لازم ينعاد النظر فيها، حتى الفند يكون عم بيشتغل اكثر لمصلحه الفكره اكثر من لمصلحه الاكسل شيت اللي عم يشتغل عليها. في عنا قانون افلاس الشركات وهيدا كمان بده اعاده نظر، لانه ما فينا ينترك بهالطريقه مثل ما قال فؤاد عمره مليون سنه، ما فينا نكمل بهالطريقه. الشركات لازم ينسمح لها، غير انه الشركات لازم يعمل لها فيسكال بوليسي لتشجع الشركات الصغيره والمتوسطه انه ما تدفع زيادة الضرائب اللي بيدفعوها الشركات الكبيره. فاذا الاجنده طويله بالنسبه لشو لازم ينعمل، بالنسبه للجوديشال ريفورم، بالنسبة للهيومن ريسورسز، بالنسبة للأكسلريترز، بالنسبة للفونز وعلاقة الفونز، دور الكابيتال ماركتس أوثوريتي. في عنا استحاء كبير سنة الجاي واللي هي البرايفتايزيشن تبع البيروت ستوك اكسشينج والاي تي بي الكترونيك اكسشينج، اللي مفروض البروسبكتوس تبعهم يطلع بربيع 2017 عن هوف اللي بركة قبل اخر 2017 يبصروا النور. فلازم ما نلتهي بالمال، لأنه وقت ما إجا الفانس الناس التهوا كتير بالمصاري ونسوا الأكتيفيزم اللي بنى الإيكو سيستم بين 2010 و 2013-2014. عم بحس في كتير شباب وصبايا مثلكم مثل سلموا وصاروا ملتهيين بالفانس وقت الأكتيفيزم should continue، لأنه نحن بدنا نبني a healthy ecosystem وما بقى وكأنه المصاري إجت وعميتنا. مصاري 331 اجت وعميت الكل وصار كله كالكوبار ما بيقى بيسترجع يعلي صوته او يقول ملاحظة على اي شيء بتعلق بالاكسوزم، بيتخاف ما يتقصص، بيتخاف ما يتقصص مالي من اولى او ينحرم او ما ينقبل بقى بالاليتست منتاليتي تبع اللبناني، ما بقى يكون part of the elite system واللي هن اللي عم يقدروا عندهم access على السنترال بانك او على ثيركولر 331 او على الفونز. فكالكوباغ هيدي ثقافة لبنانية كمان لازم نشتغل عليها، انه واحد اذا شاف شيء غلط يقول بوعي ويقول طريقة بناءة انه constructive way، نحن ما بدنا نخرب نحن بدنا نحسن، بس يقول عم نسكت على الغلط كتير وهيدي نفسية لازم نغيرها وهيدي نفسية لازم توقف. هذا الاهم شيء. بدي زيد شغلي على اللي قلته ياسر، لازم كل حدا بهالإيكو سيستم يلعب دوره كمان، ما لازم نسلم دورنا لغيرنا. يعني بقدر ما البنوكي حطوا المصريات بالفانز لازم البنوكي كمان تتصرف، لأنه أساسا كل هولي سميتهم أنت لهم دور البنوكي كمان، إجوا استسلموا وسلموا على غيرهم. كمان الانتربرنور ما لازم يستسلم، الاكسلريتر ما لازم يستسلم، كل العالم لازم تلعب دوره. مصرف لبنان عمل دوره لاقصى الحدود، ما بقى فينا نطلب منه شيء. هلا البقوي لازم كل الناس تلعب الدور، ما بيكفي المصريات مثل ما قلت، بس لازم كمان يكون في اراده ننجح. وبتصور اليوم هي عرس انه الاراده رح تنجح اكيد. هسه مهمه اللي قالتها، لازم تقول على صوت عالي، علي صوتك. I was saying لازم يخترعوا وزارة for on to cap a Dubai. هلا مثلا for example وزير ال youth عملوا وزارة لل young people and it's taking care of stuff like entrepreneurship startups within young people. So بركي. I guess yeah. بركي لازم تنحكوا مشروع وزارة خلاص. حدا عنده سؤال بعد؟ سؤال. حدا عنده سؤال او ملاحظه او قاعد ما شفت. ما بيأسس. اسمي نادر، انا بعد ما صرت انتربرينور عندي كثير ايدياز بس بعدني ما استرجيت. في عندنا محاميه كثير شاطره هون.
بنصحك فيها. استرجي. طيب في عندي ثلاث أسئلة صغار بس بالنسبة لي كتير مهمين لكتير عالم تانيين. شو هن أكتر الأسباب؟ أنا كتير بشوف entrepreneurs بيجوا بفكرة بيطلعوا بينشهروا فجأة بيختفوا. شو هن أهم الأسباب اللي بتؤدي لفشل entrepreneur؟ إن كان أكتر شيء من عنده، يعني شو الأسباب اللي عنده، المشاكل اللي فيه اللي بتخليه يفوت بالحيط ويفشل بسرعة. The second question هو when is the right time to be an entrepreneur؟ بعرف في ناس بتخرجوا من الجامعة عندهم فكرة ببلشوا، أغلبيتهم بيفوتوا بالحيط. بعرف ناس تانيين لا، بيفوتوا بالwork experience بعدين they venture into new avenues. هلا ما بعرف إذا نحن right qualified نجاوبك على هالسؤال، بس بما إنه عم نحكي عن money funds money هون في the Yaffe brothers just walked in. And I have to salute them لأنه their fund is one of the few funds that invests in small tickets and they go to the valley of death assertively yet in a very smart way. And they most probably will be part of the funds that I will really build the ecosystem. Yes. A final question لألك Mr. Fuad بس إذا لما يجي entrepreneur لعندك and he has a plan and idea and everything، شو هي التشيك ليست المين طب ما بعرف 3 اور 4 كرايتيريا اللي بتقول انه اوكي ايم ان، يعني شو التشيك ليست اللي برايك انه بتشجعك تستثمر فيه او لا؟ عظيم، هذا السؤال ممتاز لانه هذا بيجاوب على اللي سالته قبل. ليه بتعرف في اربعه تشيك ليست معك حق، اربع نقاط كتير مهمين، مين هو، كيف هو، شو هو، وقديش محمس، ومين بيو. لا، كيف هو، مين هو، شو هو، وقديش محمس. Entrepreneur is a disease، بدك تلقطها مثل الفيروس، يا معك يا ما معك. ما فيني قام تعرفي واحد راح عند الحكيم قالت له هيدي المرة، قالت له حكيم أنا نص حبلي، قال لها مادام ما بتزبط يا حبلي يا مش حبلي. ما فيك تكون نص Entrepreneur، يا Entrepreneur يا مش Entrepreneur، وهذا هو الأساس. And when we invest in people, we invest in entrepreneur. لأنه المشروع اللي عم بيحكيني إياه اليوم وهذه اختبرناها عدة مرات، أنا بأكد لك أنه بعد 7 سنين على ترم اللي بدنا نفل من الانفستمنت صار مغير شيء 50 مرة at least. المهم الشخص هو بنزينه، هو قديش بيقدر adaptability. بدي لكم شغلة سريعة، بجوجل when they recruit people they don't ask about GPA anymore. بيخلص الوقت يا فؤاد. خلص الوقت؟ خلص الوقت. تمام خبروا القصة. والله خلص الوقت. بدك تخلصها خلصها. بدك تخلص القصة. They don't ask about GPA anymore. They ask about flexibility and adaptability. This is entrepreneur. الشغل تبع بكرة ما بتعرفه أنت. وهيدي اللي لازم نزينها، ومش هيك بنحط معك مصاري. Hopefully بنحط معك مصاري. Thank you.